إلى مصر، حيث قالت مصادر حقوقية إن قوات الأمن قامت بتصفية القياديين المعارضين محمد كمال وياسر شحاتة. قوات الأمن المصرية ألقت القبض على كمال الذي يشغل عضوية مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين برفقة مرافقه شحاتة في أحد أحياء القاهرة الشرقية. وزارة الداخلية خرجت في وقت لاحق ببيان أكدت فيه مقتل كمال وشحاتة أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية داهمت شقة في منطقة البساتين شرقي القاهرة. معي مسؤول الملف المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السيد مصطفى عزب للحديث حول ملابسات مقتل محمد القيادي في الإخوان المسلمين. سيد مصطفى عزب، هل هي فعلا كما قالت مصادر حقوقية وكما قال أيضا مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة لقناة الحوار أن هذان المعارضان قتلا تصفية وليس كما قال بيان وزارة الداخلية اشتباك؟ يعني بالتأكيد هذا واضح جدا من المراقب البسيط جدا للمشهد في مصر يعلم جيدا أن هذه عملية تصفية مكتملة الأركان، جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد. السلطات المصرية لأنها سلطات مذبذبة وغير محترفة حتى في مثل هذا النوع، للأسف تفتقر إلى الذكاء في كل شيء حتى في الإجرام. هذه السلطات أعلنت قبل ساعتين من مقتلهم عن أنهم تم اعتقالهم وأنهم بحوزة السلطات الأمنية باتهامات معينة، ثم بعد ذلك عادت ذات السلطات على ذات الصفحات وذات الجرائد الموالية للنظام لتعلن أنه تم تصفيتهم خلال تبادل إطلاق النيران. هذه الرواية الحمقاء التي تسنها السلطات المصرية دائما في كل حالة تصفية جسدية دون تغيير، دون أن يتميز المجرم بأي حس إبداعي أو أي مساحة من التفكير الخارج الصندوق، يتحدث دائما عن ذات الرواية أنه تم تصفية هؤلاء الأشخاص خلال تبادل إطلاق نار. ذات الرواية التي ابتدأها في يونيو 2015 مع 6 قيادات آخرين في القرار الصف الأول في جماعة الخمسين كذلك. مصطفى، هل هناك شكوك حول مكان اعتقال أو تصفية محمد كمال ومرافقه؟ لأن محمد كمال كما يقول نشطاء كان يعيش في الصعيد ويستغربون عن سبب وجوده في القاهرة. لا يعني هذا لا يوجد شك في هذا المكان. المكان الذي تم تصفيتهم فيه هو مكان الذي أعلنت وزارة الداخلية. زوجة القتيل الثاني ياسر قالت بشكل كانت تقيم على مقربة من هذا المكان مع زوجها، وكان هذا الرجل يقوم على خدمة الرجل الملاحق أمنيا منذ أشهر طويلة بكونه كان قائما على من قيادة الصف الأول عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين. زوجته قالت في شهادتها أنها رأت قوات الأمن وهي تقتحم المنزل، ثم سمعت بأذنها على مسافة قريبة جدا صوت إطلاق الرصاص وظنت أن هذا لاقتحام المنزل أو لكسر الباب. فوجئت بعد ذلك بعربة إسعاف تحمل جثامين الرجلين بعد ساعة أو أكثر لتنزل بها إلى عربة. طيب الجيران مصطفى، هل هناك أي رواية تدحض بيان وزارة الداخلية عن وجود اشتباك أو إطلاق نار أثناء اقترابهم من شقة محمد كمال؟ الشهادات تحدثت بشكل واضح، كما قلت زوجة القتيل الثاني كانت تقيم على مقربة تقريبا تبعد عن، لا شهادات غير زوجة القتيل أقصد، كذلك دعمت هذه الرواية شهادات جيران حول المنطقة كما قلت ربما يفصلهم عن المنزل ربما 20 متر أو أقل، كلهم شهدوا بأن صوت إطلاق الرصاص لم يكن صوت اشتباك بل كانت يعني مجموعة من الطلقات في لحظة واحدة. الداخلية تحدثت أن الاشتباك ربما استمر ساعة كما تحدثت كل شهود المنطقة نفوا ذلك تماما. من ضمن هذه الشهادات بالمناسبة شهادة منشورة بالفيديو على موقع فيتو التابع للنظام، هو موقع موالي للنظام بشكل مطلق. الشهادات التي نقلها هذا الموقع من سكان العمارة تحدثت بشكل واضح أن هذه الرواية لم يكن ثمة اشتباك وأن الاقتحام تم بشكل مباشر. طيب ماذا يمثل ذلك مصطفى إذن في الاتجاه الذي تأخذه السلطات المصرية كما يبدو لتصفية المعارضين لها لا اعتقالهم؟ بالتأكيد يعني هذا يتحقق. السلطات المصرية تعزم في بعض الحالات على عدم الدخول في تحقيقات، هذا ما أعلنته على لسان إعلاميها التابعين للنظام. أحمد موسى تحدث بشكل واضح عن أنه لسنا بحاجة إلى مزيد من المحاكمات وإلى أن نتكلف مصاريف عليهم في السجون وزيارات وما إلى ذلك، وعلينا بتصفية هؤلاء دون محاكمات وما إلى ذلك. هذه الرواية تسمح بها السلطات المصرية أن تقال على
القنوات التابعة للنظام التي تعمل تحت عين النظام، هي تريد أن تشرعن هذه الممارسات وأن تمهد لها القاعدة الشعبية وسط الجماهير الملتهبة أساسا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية التي تعاني منها الدولة المصرية.